برحب بحضراتكم من جديد، والحقيقه الفقره دي هتكون مميزه جدا، فيها كلام كتير قوي عن استاد الاهلي والسلام ودوري ابطال افريقيا وكمان الدوري المصري. لكن في الحقيقه في البدايه بس عايزه اقول حاجه قبل ما نقفل الموضوع. رمضان صبحي تماما، اللي وصل له رمضان صبحي دلوقتي والفلوس اللي اتعرضت عليه دي هي نتاج مجهود كبير قوي من النادي الاهلي، من بداية قطاع الناشئين لحد وصول الفريق الأول، مجهود مدربين النادي الأهلي، مجهود إدارة النادي الأهلي، والاسم اللي عمله رمضان صبحي دلوقتي والنجومية اللي هي فيها دي هي الحقيقة صناعة جماهير النادي الأهلي. هم اللي سندوه، هم اللي وقفوا جنبه، هم اللي وقفوا في ظهره، وهم اللي تنبؤوا له بمستقبل كبير قوي من وهو في الناشئين. وخلاص، هي الحياة اختيارات، وهو اختار طريقه واختار يكمل فين، لكن الاهلي ما بيقفش على حد، وده اللي اثبتته السنين والايام. الاهلي ما بيقفش على حد، اسامي كبيره قوي اعتزلت، نجوم كتير قوي مشيوا، والاهلي فضل مكمل، مكمل في الانتصارات، مكمل في الانجازات. والحقيقه ان راد فايلر المدير الفني للنادي الاهلي على الموضوع كان كويس جدا، انه رمضان كان غايب بقاله فتره والاهلي كان مكمل وانتصارات وإنجازات وما تأثرش، وقال إن الأهلي ما تأثرش ومش هيتأثر برحيل رمضان صبحي، لأنه بيعتمد على سياسة إن الفريق هو النجم، مش سياسة النجم الواحد. ما عندوش نجم في الفريق، فريق النادي الأهلي هو النجم، وجمهور النادي الأهلي هو النجم. فالحقيقة يعني ده اللي كنا عايزين نقوله في موضوع رمضان صبحي.